قد لا يبدو الأمر طبيعياً أن تغلق مطارات البلاد جميعها بسبب الحرب، لكن الأغرب من هذا كله أن تمنع طائرات تابعة للخطوط الجوية اليمنية من المبيت في مطارات بلادها. حكاية جديدة كشفت عن واقع الحال الذي ترزح تحته البلاد عامة والخطوط الجوية اليمنية خاصة بسبب التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات من جهة وميليشيا الحوثي من جهة أخرى. هنا وثيقة منسوبة لرئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية اليمنية يطالب فيها التحالف بضرورة السماح لطائرات اليمنية بالمبيت في مطارات عدن لما يسببه المبيت في مطارات أخرى من خسائر تقدر بنحو 20,000 دولار يوميا. منذ بدء عاصفة الحزم والخطوط الجوية اليمنية تعاني واقعا صعبا نتيجة سياسات التحالف الذي يعلق العمل في مطارات البلاد لأشهر عديدة حتى تلك التي تخضع لسلطات الشرعية، وضع تسبب في تدمير شبه كلي لقطاع الطيران المدني الذي مني بخسائر كبيرة نتيجة انخفاض أعداد المسافرين بنسبة تقدر بنحو 90% وفق بيانات رسمية. التحالف الذي فرض حظرا كاملا على مطارات البلاد عجز عن إيجاد بدائل للحيلولة دون تعطيل مصالح المواطنين الراغبين في التنقل داخل وخارج البلاد، وهو وضع فاقم من الوضع الإنساني في البلاد القابعة تحت الحصار. وأمام هذا كله تقف الحكومة الشرعية هي الأخرى عاجزة عن وضع حلول لما يعانيه الطيران الوطني في وقت يتساءل كثيرون عن مدى أهمية الاستمرار في إغلاق مطارات البلاد أمام المسافرين العالقين في الداخل والخارج.